توفي اليوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018 المغني الجزائري رشيد طه بسبب أزمة قلبية أمس الثلاثاء أثناء نومه بمنزل بباريس، وذلك عن عمر يناهز 59 سنة. ده الشاب رشيد طه، مغني جزائري معروف. ويعد رشيد طه من الجيل الأول من المهاجرين الجزائريين الذين استقروا في فرنسا مع عائلته في ستينيات القرن الماضي. وبعد فترة قصيرة من العمل في المطاعم والمصانع، شكل مع مجموعة من أصدقائه فرقة موسيقية أسموها بطاقة إقامة، تعزف الموسيقى في النوادي الصغيرة. هذه الخلفية المتواضعة ربما تشرح موسيقى وآراء طه السياسية بخصوص الكثير من القضايا الآنية التي تواجهها المجموعات المهاجرة مثل العنصرية والفقر وغيرها من التهميش والأمور الأخرى التي أصبح يواجهها الشخص العربي. ده الفنان الشاب رشيد طه، مغني جزائري. في البداية حاول طه تقديم الروك العربي مع مجموعته بإيقاع موسيقى الراي الجزائرية، وفي عام 1990 بدأ يعمل منفردا وأدخل الرقص إلى موسيقاه، وفي عام 1996 أطلق أولي أولي وديوان عام 1998 وألبوم صنع في المدينة عام 2000 الذي سجله في باريس ولندن ومراكش، عاكسا بذلك التأثيرات الثقافية المختلفة على أعماله. ده الفنان رشيد طه، الله يرحمه. رشيد طه مغني راي جزائري من مواليد 18 سبتمبر 1958 بصيق الواقعة غرب الجزائر، يعني قبل عيد ميلاده بأسبوع. في عام 1968 سافر رشيد مع والديه إلى فرنسا، وعام 1998 غنى مع الشاب خالد والشاب فضيل، أظهر أشهر حفلة له أقيمت في فرنسا وحققت نجاحات كبيرة على مستوى الجمهور والمبيعات. اشتهر رشيد طه بمزج أغاني الروك مع الموسيقى العربية، واشتهر أيضا بأغنية بره بره من ألبوم صنع في المدينة لدخولها في فيلم بلاك هوك داون، وأغنية يا رايح لدحمان الحراشي، وأغنية روك القصبة التي غناها بالعربية مع أعضاء فرقة ذا كلاش، وأغنية عبد القادر من ألبوم 1 2 3 شموس مع الشاب خالد وفضيل عام 1998 في فرنسا، وأغنية يا منفي وألبوم ديوان الذي ضم أفضل الأغاني الجزائرية. وفي عام 2013 أطلق ألبومه الجديد بعنوان زوم، ضم فيه 9 أغاني جديدة وأغنيتان بتوزيعات جديدة هما فولا فولا وزبيدة التي سماها في ألبومه الجديد جميلة. شاب رشيد طه الله يرحمه، توفي اليوم عن عمر 59 سنة.